اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام الى جوله اخباريه جديده من اون لايف، بدايتها وكالمعتاد في هذه الايام مع استعدادات المحافظات والاجهزه التنفيذيه المختلفه بمناسبه عيد الميلاد. يترأس البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. كانت الكنيسة الأرثوذكسية قد أقامت أمس القداس التجريبي استعدادا للاحتفال بهذه المناسبة. هذا ويحضر القداس عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وقد هنأ البابا تودروس الثاني جميع المصريين بهذه المناسبة مثمنا افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا في رسالته بهذه المناسبة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفذ الوعد الذي قطعه في العام الماضي بإنشاء أكبر مسجد وكاتدرائية تعزيزا للروح الوطنية. أنا سعيد أني أرسل لكم هذه الرسالة وهنئكم بهذا الفرح العظيم الذي يكون للجميع، ويزيد سعادتنا في هذا العيد أننا على أرض مصر مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نفتتح كنيسة جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنيها مصر. هذه العاصمة التي تبنى كمشروع ضخم جدا يضارع في مساحته مساحة دولة مثل سنغافورة، وهو مشروع ممتد ومشروع طموح للغاية، ولكن السيد الرئيس المصري في العام الماضي 2017 أعلن عن بدء إنشاء أكبر كنيسة وأكبر مسجد على أرض مصر في العاصمة الإدارية، وها نحن في هذا العيد نفتتح مع سيادة الرئيس وكل الأحباء في القوات المسلحة والهيئة الهندسية التي تبنت هذا المشروع مع شركات البناء والمهندسين والفنيين والعمال، وهم بالمئات، نفتتح المرحلة الأولى من هذه الكاتدرائية التي نسميها كاتدرائية ميلاد المسيح. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وعد المصريين الأقباط إذن بإنشاء أكبر كاتدرائية وافتتاحها العام الماضي، ستكون هي الأكبر في مصر والشرق الأوسط. تحقق الوعد على أرض الواقع ليقام قداس هذا العام بكاتدرائية ميلاد المسيح. السنة الجاية لو ما كانش ده اليوم التالي تنفيذ الوعد الرئاسي، ويتولى رجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة أوراسكوم للمقاولات إنشاء الكاتدرائية الجديدة التي حملت اسم ميلاد المسيح. وفي عام 2018 يقف الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جوار البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يعلن الوفاء بالوعد ليرسل رسالة للعالمين بأن مصر تسير نحو المستقبل بخطى راسخة ليقام بالكاتدرائية الجديدة قداس عيد الميلاد. زدنا سعادة كبيرة في هذا العام أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوفي بالوعد الذي قدمه لكل المصريين في العام الماضي في ليلة عيد الميلاد عندما أعلن عن بناء مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة للقاهرة. وفي هذا العيد سوف نصلي ليلة عيد الميلاد للمرة الأولى في هذه الكنيسة. الكاتدرائية الجديدة تبلغ مساحتها 15 فدانا، أي بما يعادل 63 ألف متر مربع بمساحة بناء 10 ألاف متر مربع، وتتكون من مبنى الكاتدرائية وهو عبارة عن بدروم وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا، كما أن كنيسة الشعب في العاصمة الإدارية سعتها 100 فرد وبها ساحة رئيسية إضافة. مباشرة الآن نتحول إلى العاصمة الأردنية عمان لنتابع المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد ختام اجتماعات اللجنة العربية السداسية حول القدس الشريف. نذهب مباشرة للمتابعة. المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للجامعة العربية وزير الخارجية الأردنية الدكتور أيمن الصفدي ما بعد ختام اجتماعات اللجنة السداسية المعنية بتطورات الأوضاع في القدس الشريف ما بعد القرار الأمريكي الأخير باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال. وبها نختتم مع حضراتكم هذه الجولة الإخبارية، إلى الملتقى بحول الله.